ديك صافي بقينا كنشوفوا كي داير كيفاش غادي نمشيو لديك الفيلاج اللي هو كامينو، الفيلاج ديال كامينو، كنا باغيين نمشيو لفيلاج كامينو. صافي عاد باش تركبوا في التران، بقيت جالسه انا وصاحبتي، انا صافي جاني ستريس، كنت كنقول لها ناري كي نديرو نمشيو لهذا الفيلاج، ما عارفين لا طوبيس واش كيدير الطوبيس ولا الكار ولا صافي. بقيت تالفه بقيت تالفه، انا بقيت تالفه تالفه تالفه، وبقى شنو وقع ليا، جاني ستريس وبقيت كنبكي كنت كنبكي، وصاحبتي كتقول لي صافي صافي غير سكتي يا ويلي صافي. عرفتي جاني واحد ستريس خطر، وشويه مسحت دموعي تواقت شويه، شنو درت، وقفت هكا في الشانطي، وقفت الطاكسي صفراء، طاكسي صفراء، درت راسي بحال شي توريست، وقفت الطاكسي صفراء وقلت له بغيت نمشي لكامينو، فيلاج كامينو، المحطة ديال الترانات فيلاج كامينو، بشحال تديني؟ قال لي نديك ب 30 ليفا. اها قلت له اوكي نمشي نمشيو. صافي ركبنا وصلنا ديك الطاكسي، صراحة الله عمرها صغير، وصلنا حتى ال حتى ال شنو دار، حطنا في المحطة ديال الترانات بحال اللي قلتي، حطنا في المحطة الثانية اللي ما كيكونش فيها البلاصة ديال التران، ومنين تقطع ومنين هذا طلع نيشان، اها واحد المحطة صغيرة. المهم صافي هذيك وصلنا لديك المحطة، وقفنا صافي وقفنا، بقينا كنتسناو التران يجي، بقينا جالسين تما شي ساعة ولا ساعة ونص، وحنا كنتسناو ديك التران يجي، التران اللي غنمشيو من كامينو لايتوس. اها صافي هي هذيك، بقينا واقفين شويه، جات ديك البلاصه ديك المحطه الثانيه بحال فيها مصانع وكيخدموا فيها بزاف ديك الغجار وديك الشيء، وي جات عندنا واحد الغجريه عندها بحال شي خربه هكا، دار صغيره على الجنب ديال السكه ديال التران، وي شافتنا وحنا كنبانو مختلفين عليهم، راك عارفهم الغجر كي دايرين كحل وقصار وغلاض وحنا كنبانو بحال كلشي كيشوف فينا، باينين مختلفين. المهم هي هذيك جات عندنا انكم توريست يعني، اه كنبانو توريست، راه كنبانو فري توريست، انا شعري ابيض وراك عارف اللباس وهذا، كنبانو توريست نيشان، واخا عيانين في وجهنا وهذا، ولكن المهم كنبانو واو عليهم، راك عارف الغشر كي دايرين. نعم المهم هي هذيك، وهي جات عندنا ديك المراه وبقات واقفه بقات كتضرب التركيه، وصاحبتي كتهضر التركيه. نعم هذه صاحبتي كانت خدامه في تركيا، كتهضر التركيه، صاحبتي نفعتها التركيه، يعني حتى اللي عنده في تركيا تنفعو، هنا نفعتها التركيه مع هذا الغجر ديال بلغاريا. ها المهم هو هذا، المهم هضرت معها صاحبتي، مشات عيطات لبنتها، جابت لنا نسكافي، عرفتي وحنايا راه واصلين ما واكلين ما والو، جات لنا نسكافي، شدنا نسكافي، بقينا كنضحكوا معها كنجمعوا معها، بحال اللي عرفتنا اننا حنايا دايرين ديك الطريق، فهمتي، عاد بقينا كنقولوا لها اه حنا يلاه وصلنا وها شنو دوزنا في الطريق وهذا وهذا، مسكينه وصدقات ظريفه، عرفتي بقات كتبكي، قالت لنا زعما كيبقى فيا الحال نشوف بنات وشباب صغار، قالت لي راه كيدوزوا من هنا بزاف ديال الحراقه، راه انا ديما كنعاون الحراقه. صافي شنو دارت هي هذيك، بقينا كنتسناو بلا ما نعاود لك لي ديتاي باش ما نطولش، هي اللي قطعت لكم التران ولا قطعتوا نتوما راسكم؟ شوف مسكينه بقات معانا وطلعت معانا في التران، وصلتنا حتى لايطوس قطعت لينا في التران، حيتاش كتعرف هذيك اللي كتقطع في التران، كتكون كدور في التران كتعرفها، وقالت لنا باللي هذيك ديما كتشكم بالحراقه، قالت لنا نمشي معاكم. يعني قطعت لكم ووصاتها عليكم؟ ركبت معانا منين في كامينو، ركبت معانا ومشات معانا، حيتاش ايطوس وكامينو قراب ما بعدش بزاف. اها ركبت معانا وقطعت معانا كتهضر البلغارية. المهم هي هذيك وصلتنا لايطوس، ومنين وصلنا لايطوس دخلت هي المحطة، وهي اللي قطعت لينا التيكيت الليبي وكل شيء، فهمتي، من ايطوس لصوفيا. صوفيا مشات معكم يعني من كامينو لايطوس، من كامينو لايطوس، من ايطوس قطعت لكم ليبي حتى صوفيا. حتى صوفيا اه هي ديك في ايطوس عطيناها الفلوس وقطعت لنا، وبقات جالسه دارت بحال اللي حنا عائلتها، كتبوس فينا وكتهضر معانا، فهمتي، فهمتك، وكان تما الكونترول، وكان ما ردوش البال، فهمتي، بحال شي عائله، بحال اللي عندها شي عائله وكتودعهم هي وبنت وبنت بنتها ولا بنت خو بنت اختها ولا ما عرفتش. المهم باش ما نطولوش في الفيديو،
وصلتوا صافي هذيك لصوفيا؟ ركبنا، صافي ركبنا عادي، كيدوز الكونترول في التران، كتعطيه الورقه، كيبقى يشوف فيك. حنا عادي صراحه ما لقينا حتى شي مشكل في التران، ما لقيناش مشكل مع الكونترول، ما حتى شي حاجه. عادي ولكن حاجه وحده، انا وصاحبتي راه ما هضرناش، راه مزيانة ما هضرناش، باش ما ديروش الشبهة، يعني ما يعرفوكم حتى اللغة ديالكم الأصلية شنو هي. هاي ما هضرناش نهائيا. انا ترى راه من ايتوس لصوفيا راه تبارك الله، راه بزاف ديال الطريق، راه راه تقريبا بزاف، عليه نهار شي ديال الطريق، 300 تقريبا شي 300 كيلومتر ولا 320. راه نهار ديال الطريق، ركبنا في الصباح ووصلنا حتى العشية. على اي معيش وصلتوا بالضبط مع صوفيا مع ذاك وصلنا شي السعود؟ لا 4:30 بحال هكاك، 4 ولا 3 العشية، ونص، المهم العشية هاد العشية، 4 العشية. من بعد شنو درتوا؟ صافي غير نزلنا من المحطة ديال التران، خرجنا حدا المحطة كاينة واحد الجردة، مشينا جلسنا فيها، كنا ميتين معروف بالجوع، معروف مشينا هذاك خدينا الشرطة. واحد البيتزا، طرف ديال البيتزا هكا كيبيعوهم بالطراف، ها كليناهم، يا ربي تسمح لنا، ما عرفنا واش حلال ولا ماشي حلال، معليش. حيتاش الجوع وما يمكنلكش الدور. بطبيعة الحال ما بداك الموقف بحال هكا كتعتق الروح وصافي، انت اصلا ما تعرفش مصدر الماكلة. صافي هي ديك كليتو من بعد جلسنا في ديك الجردة، بقينا جالسين كلينا شوية باش ما نجبدوش انتباهنا، نبقاو جالسين مدة طويلة في الجردة، انا وصاحبتي درنا شي شوية في ديك صوفيا، بقينا كندورو ما ردولناش البال، عادي جدا، كيدوزو البوليس محدانا ما كيهدروش معانا، حيتاش عادي ماشي مشبوهين ولا عادي. صافي هي هذيك شويه بقيت كنفكر، قلنا شنو غنديروا دابا، شنو غنديروا حنا عيانين، ميتين ميتين، ورجلينا منفوخين ومضروبين، المهم رجلينا في واحد الحاله هلي، المهم مكرفسين. اها صافي هي هذيك شنو فكرنا نشوفوا شي ساكن نرتاحوا ساكن شي نهار. شبابي. هضرت مع واحد الدري في تركيا، قال لي راه كنعرف واحد، انا نصيفط لي مرتو صوني عليه، صيفط لي انا مرتو هذاك صدق سوري، صونيت عليه، قال لي صيفط لي لوكاليزاسيون ديالك فين، صيفطها له، جا عندي لديك الجرده، صافي دانا ركبنا في معاه في الطوبيس، صافي دانا لديك السكن، صافي هذيك سكن بيت انا وصاحبتي. شحال؟ كانت شي 250 درهم وقيله النهار. صافي هي هذيك، ملي وصلنا لديك الدار كنت انا وصاحبتي في بيت، وكان واحد جوج دراري مغاربه يلاه واصلين قبل منا بنهار، تسليمه شادين هما بيت. صافي هذيك ارتاحينا ديك الليله مزيان. صافي عادي، انا تليفوني منين وصلت لتمايا وقف لي، ما بغاش يخدم، ما عرفتش شنو وقع له، لا فيشور ديالو ما بغاتش تخدم. صافي هي هذيك اللي غد لي عطاتو الفلوس، مشى جاب لي تليفون، شرا لي تليفون، صافي هذيك فتح تليفوني نتا جديد، هذا قديت تليفوني، صافي عاوتاني بتنا ديك الليله، صافي باش اللي غد لي وكنوجدو كنشوفو شي حراق اللي يدينا، كنا كنقلبو على شي حراق اللي يدينا، وكانوا ديك جوج دراري مغاربه تا هما باغيين يديروا الطريق، فهمتي، حنا كنقلبو على حراق تا هما كيقلبو على حراق، قلنا حراق يدينا حراق، هذا اللي غادي يديكم، غايديكم حتى لصربيا، غايديكم حتى لصربيا. لا ماشي لصربيا، غيدينا غير النقطة ديال زيمان، غيديكم غير زيمان. غير زيمان باش غنضربو عاوتاني صربيا على رجلينا. زيدي صافي هي هذيك، بقينا كنقلبو ما لقيناش، لقينا واحد قال لينا 200 اورو، واحد قال لينا 250 اورو، ماشي دينا لزيمان باش خاصنا. صافي هذيك قلنا صافي ما لقيناش غالي، بقينا كن هذيك سواره خطر، سواره ما تثقوش فيهم بزاف، سواره مش بعجالة كيتفقوا مع بعضياتهم، كيقول لك انا راه هذا هو الثمن باش كندي، ولكن هما راه كيدوا بقل من ديك الثمن، ولكن كيتفقوا مع بعضياتهم. المهم امتى تلقيتوا الحراك باش تمشيو معاه؟ المهم صافي هذيك اتفقنا باللي غدا ان شاء الله صافي غادي نتحركوا. ايوا ديك السوري اللي غد ليه في الصباح كان جايه شي تسليمه، وغيتا هما جايين لسكن شبابي، ايوا ديك التسليمه جايين على الصباح، وشافوهم البوليس وتبعوهم، وهذاك مول التسليمه ماشي مشي حطوهم في شي بلاصه واحده اخرى، حطوهم حدا باب الدار، ايوا جاو البوليس وشدونا. دونك البوليس جاو تابعين هذوك اللي جايين تسليمه؟
ولقاوهم داخلين الدار اللي نتوما كارين فيها حتى هما بغيو يكريو فيها شافوهم ودخلوش ودخلوا عليكم كاملين. هنا غيديوكم يبصموكم هنا ما فيهاش شك. هنا شدونا داونا بعدا للكوميسارية قلبونا ومنين نتوما حيدوا لنا بعدا كل شيء حوالقنا سناسلنا اي حاجه سيور ديال السبرديله الصمطه اي سيور عندك اي حاجه المهمه اللي خطيره تقدر تحاول تنتحر بها حيدوها كل شيء حوالق كل شيء التليفونات انا داو لي التليفون جديد يلاه شاريه بليله هذيك الليله قبل شريته وداو لي ديك التليفون الخاسر وصاحبتي داو لها التليفون وهذوك جوج دراري اللي كانوا في الدار مغاربه داو لهم تليفون والاخرين عاوتاني راه الله اعلم بهم حيت حنايا قلنا لهم حنا باربعه بينا حنا مع بعضيات وصافي هذيك بيتونا ليله في الكوميساريه على الدص بيتونا ديك الليله في الكوميساريه وقالوا لنا بلي المهم خداو الاقوال ديالنا كلشي المعلومات كلشي المهم حنا كذبنا عليهم في كلشي وقلنا لهم حتى حاجه صحيحه وين صافي هي هذيك داونا قالوا لنا غدا غتباتوا اليوم لهنايا بيتونا على الضف وقالوا لنا غدا في الصباح نديكم للكامب المغلق هذاك الكامب المغلق اللي هو عباره على حبس ماشي كامب تما فين غادي يبصموكم تما فين غادي ديروا اللجوء ديال بلغاريا لا ما كيبصموكش في الكامب المغلق اللي هو داير بحال الحبس ما كيبصموكش فيه حتى كتخرج الكامب المفتوح عاد كيبصم عاد كتبصم حتى اون فوا حيتاش اون فوا ملي كيضربنا مهم خليني نمشي لك ايطاب باغ ايطاب ضربنا 12 يوم في ديك الكامب المغلق وفيه بزاف ديال المغاربه شدودي المساكن اللي مضروب ب 18 شهر اللي مضروب بعماين المهم لا اله الا الله راه دراري مغاربه مكرفسين تما بواحد الطريقه ما كتصورش صراحه بالله داكشي كيضربنا 12 يوم وحنايا سدين علينا بحال الحبس حبس نيشان كيجيو يحلوا عليك غير في الصباح الفطور الفطور كيعطيوك واحد كاس ديال اتاي بحال الماء واحد طرف ديال الخبز عاوتاني مع 12 يجيو يحلوا عليك واحد الماكله ديال الكلاب عاوتاني مع جويها الربعه العشاء واحد الماكله ديال الكلاب واحد العذاب واحد 12 يوم ديال العذاب ديال الموت عاود تما كيحيدو الحوايجك كيحيدو كلشي كيعطيوك غير واحد اللبسه تلبسها حبس نيشان هذا هو المشكل صعيب هذا باش الحبس ديال بلغاريا صعيب معناتها ما عمري ما نساها عمري جربت الحبس ما جربتوش دوزتوا فيه 12 يوم من بعد فين داوكم؟ من بعد داونا الكامب مفتوح هنا فين غادي الكامب مفتوح كيجي كيهزوك البوليس بعدا اول حاجه ديك الكامب المغلق راه فيه غير بوليس كلشي بوليس كيهزوك البوليس كيديوك لديك الكامب المفتوح كيبصموك هو الاول باش ما تهرب لهمش